السلام، مرحبا بكم ناس كل. اليوم جيناكم بالهاتف اوبو A78، هاتف جديد باش نعلمكم كيفية ادخال البصمة على هذا الهاتف. ولا كما تشاهدوا ما عندناش بصمة على هذا الهاتف، نحاولوا باش ندخلوا البصمة. اللي شرى هاتف جديد ويحب يدخل البصمة على هذا الهاتف، هذه هي الطريقة. الذهاب الى الاعدادات بارامتر، ثم يضغط على سيكوريتي مود باس سيكوريتي، ثم يضغط على البصمة، قل اوكي كونتينيو. كما تشاهدوا يطلب مني بوضع رقم سري او شيما، كل واحد شي يحب. انا نحب شيما، تحب انت رقم سري تنجم تحط اللي تحب، تختار اللي تحب. تنتظر 5 ثواني ثم تضغط اوكي. هنا باش يطلب منك بادخال الشيما نتاعك، نحط على سبيل المثال زاد. هنا يطلب مني بتأكيد الشيما اللي دخلته اول مرة، قل اوكي. كما تشاهدوا البصمة تأتي على شاشة الهاتف وليس من الخلف مثل الهواتف الأخرى، أو أضغط على مكان فتح وإغلاق الهاتف مثل الهواتف الأخرى. البصمة تأتي على الشاشة، ولا ألمس مكان البصمة. كما تشاهدوا تمت تعمير اللون باللون الأزرق مكان البصمة. نحاول باش نملى الفراغ الكل باللون الأزرق. لا، عملية سهلة، نحي صبعي ونرجعو، نحاول باش نملأ الفراغات الفارغين، نركز عليهم. ولا عندي يمين فوق، يمين تحت، يسار، يمين، فوق. نحاول باش نحط الأماكن الفارغة. ولا بضع من الثواني العملية هذه باش تدوم، تاخذ برشا وقت. ولا تمت العملية بنجاح كما تشاهدوا. تم ملء المكان البصمة باللون الأزرق، ما عادش عندي حتى مكان فارغ كما تشاهدوا. نقولوا أوكي. الآن نمشيو نجربوا تسجيل، نمشيو نجربوا سرعة البصمة على هذا الهاتف. ولا كما تشاهدوا بصمة سريعة جدا على الأوبو A78. فقط أقوم بلمس الشاشة لمسة خفيفة وليس بالضغط، مس فقط الشاشة، أقوم بلمسها وليس الضغط، ضغطة قوية. كما تشاهدوا بصمة ممتازة جدا. نحاول باش نبدل المكان كما تشاهدوا. ولا مشيت حتى تحط بالمكان الغالط، ولا تحلت. يجب عليك بالوضع الإصبع مستقيم وليس بالمكان المغاير. ولا إذا أردتم إدخال بصمة ثانية، إدخال أكثر من بصمة أو إضافة بصمة ثانية أو تغييرها، أمبخانت سيكوريتي، نحط الشيما نتاعي. أنا عندي بصمة رقم واحد، هنا إضافة بصمة ثانية. ولا نفس العملية، أقوم بوضع الإصبع على مكان البصمة. عملية سهلة جدا، أقوم باللمس، لمس مكان البصمة كما تشاهدوا. نحاول باش نسرع أكثر من اللازم. هنا نحط يمين فوق، يسار، تحت، في الأماكن الفارغة الكل نحاول باش نعبيهم. لا قريب 80%، بضع من الأماكن. تو نحاول باش نعبي الأماكن الفارغين. نبقى بضع من الأماكن، نكمل نحطهم. ولا بقات كان الطرف هذايا، ولا تغميني. ولا تمت العملية بنجاح. نسكر توا الهاتف نتاعي باش نجرب البصمة رقم 2. البصمة رقم 1 شغالة، البصمة رقم 2 شغالة. سرعة رهيبة على هذا الهاتف اوبو A78. البصمة إذا ما عجبتكش، البصمة تحب تلغيها، تحب تفسخها، نفس العملية. موت باس سيكوريتي، بصمة، نحط الشيما نتاعي. بالطبع أنا عندي بصمة رقم 1 وبصمة رقم 2، قوم بفسخها. إلغاء بصمة رقم 2، إلغاء.
هنا ما عادش عندي حتى بصمة. هنا عندي الرقم السري، تحب تكمل تنحيه تحط الشمال تاعك، والنظر بطلون الأحمر حط الشمال تاعي. ما عادش عندي حتى رقم سري لا شمال لا بصمة لا حتى شيء. ولا إن شاء الله تكون الطريقة هذه عجبتكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما جديد. إلى اللقاء.